ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى يكون كل شيء على خير وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله يا رب. الله يرفع علينا هذا البلاء، ما نحاولوش نخليو هذه الاوضاع تاثر علينا ولا النفسيه ديالنا. نحاولوا نتعايشوا مع الوضع ونعيشوا عادي ونلتزموا بشروط الوقايه، هكذا باش كيمكننا نحميو راسنا ونحميو الناس اللي عزاز علينا. اذا ما نطولتش عليكم، ندوزو الفكره اللي جبت لكم في هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله، وهي الفكره ديال القليليش. هاد القليليشة هادي او الصناديق فاش كنجمعوا الفلوس، او لا هذا كيفاش يمكن لك تجمع فيها الفلوس وتصوب بها بزاف ديال الحوايج، ويعني كيمكن دير بها بزاف ديال الامور. انا كنت شريت هاد القليليشة هادي ب 10 دراهم كنظن، كنت شريتها المهم خليتها لمدة ديال شهر وانا كنجمع فيها، كنلوح يا درهم يا 10 دراهم يا 20 درهم، المهم داكشي اللي كان كنلوحو فيها. جا المهم عمرات تقريبا تعدات النص ديالها، جبت القليليشة باش هادي نشوف شحال جمعت فيها وباش نشري بها داكشي اللي باغا. وانا بقيت جالسة وهي طاح عليا واحد الفكرة، قلت غادي ندير واحد الحاجة اللي غادي تضاعف لي هاد الكمية ديال هاد الفلوس هادا، وغادي يمكن لي نشري بزاف ديال الحوايج ونحل بزاف ديال البيبان بفضل هاد القليليشة هادي. والفكرة ديالي اللي جاتني لبالي واللي طبقتها واللي الحمد لله نجحات 100%، وكانت يعني فكرة زوينة بزاف، داكشي علاش بغيت نشاركها معاكم. وهي انني فاش حليت هاد القليليشة، المهم بديت كنحسب شوية وانا نحبس من الحساب، وليت رجعت ديك الفلوس. هانتوما تشوفو القليليشة راني حلاها، وليت رجعت ديك الفليسات القليليشة لبلاصتهم، وانا نقول علاش ما نخليش هاد الفلوس هادي. يعني جمعتها يعني بالدرهم بالجوج بالعشرين درهم، داكشي اللي كنت بالله كنت كنلوحو فيها، قلت علاش هاد القليليشة ما نخليهاش وندير واحد القضية. هاد الفلوس هادي ما نقيسهاش، ما كملتش الحساب ديالها، ما عرفتش شحال كان فيها كاع ديال الفلوس وخليتها. قلت هاد القليليشة غادي نخليها، نبدا هاد الفلوس هادي اللي درت فيها غادي نصدقها في سبيل الله، وهادي نبقى ما نحبش من انني كنجمع فيها واخا هي محلوله. واخا حليتها بالعكس ساعدتني انها محلوله، كنخشي يدي يعني كنهز هاد اللعيبه وكنخشي يدي بلا ما كنشوف وكنهز منها يعني. ويعني هاد الفلوس هادي اللي جمعت هنايا خليتها وبقيت كون نهار الجمعه، من الجمعه للجمعه كنوض في الصباح فاش كنكون خارجه للخدمه كندور هكا القليليشة وكنهز ديك الباكاكا اللي كنت بالله ما كنشوفهاش، كنهزها بيد يد اليمين وما كنشوفهاش، وكنخشيها فواحد الجيب اللي ما عنديش فيه الفلوس باش ما تخالطليش مع الفلوس الاخرى اللي عندي. كنديرها في الجيب وكنصدق بها وانا ما عارفاش شحال عندي في ديك شحال عندي ديال الفلوس اللي مصدقه بها. والحمد لله ربي كيضاعف لي فرزات ديالي وكيحل لي بزاف ديال البيبان قسما بالله. الى هاد القليليشة هادي الا نفعتني بزاف بزاف، داكشي علاش بغيت نشارك معكم هاد الفكره هادي. يعني ربي كيحل، حنا كنعرفوا الصدقه ربي كيوصينا عليها بزاف وكيأكد لنا على اننا فاش نجيو نصدقوا بشي حاجه ما خصناش نكونوا عارفين، يعني يدينا ديال اليمين يدينا ديال اليسار ما تعرفش شنو كاين في يدينا ديال اليمين. لهذا بغيت ننصحكم جميعا يعني بهذه الفكره هذه طبقوها. حنا راه كلشي هادي يقول لي كنصدقوا لا هاد القليليشه بلا حتى شي حاجه، ولكن فاش كديروا هاد القليليشه هذه وكتبقاو كل جمعه يعني تقدر هكا نتايا كتصدق هادي تصدق مرات تقدر تصدق اليوم غدا هادي نص ساعه ثاني وقت شهر شهرين، يعني حتى كيبان لك شي واحد حتى هذا. ولكن فاش كديروا هاد القليليشه وكتخليو داكشي البركه اللي كتب الله وكتهزوا ديك الفلوس بان ما كتشوفوش شحال كاين، كنقول لكم كتبقاو تلوحوا يا درهم يا جوج درهم يا خمسه درهم يا 10 درهم يا 20 درهم، وكتهزوا ديك الفليسات وكتصدقوها بانكم ما عارفينش. ربي قسما بالله الا كيضاعف لكم ديك الصدقه وديك الخير اللي كيجيكم غير من ديك الصدقه اللي كديروا. نتمنى ان الفكره ديال هاد القليليشه هادي تنفعكم، وحتى شي واحد ما يقول بان انا ما عنديش وانا خصني تصدق عليا. يعني داك الانسان اللي بسيط والاجر ديالو بسيط يعني وما عندوش كيف كنقولوا، راه بامكانه يدير هاد القليليشه وبامكانه يلوح غير بالدرهمات وبالعشراوات
وبامكانه يدير هذه الفكره هذه اللي قلت لكم، وهي من الاحسن كيف قلت لكم تخليوها المده ديال الشهر. يعني علاش المده ديال الشهر؟ باش كتكونوا اون جمعتوا فيها بعدا واحد شويه، باش منين كتبقاو تصدقوا منها كل جمعه كل جمعه كتبقاو كتلوحوا وما كتحبسوش، يعني كتكون عندكم واحد البركه فيها. الا جيتوا مثلا من الاول هذه ديروها تخليوها غير واحد السيمانه ولا جوج السيمانات وتبداو تصدقوا، يعني دغيا الفلوس هذه تقاد لكم اللي فيها. وكيف قلت لكم ما كتحبسوش من انكم تعمروها. اذا كيف قلت لكم نتمناو حنا كنعرفوا كيف قلت لكم يعني الجزاء ديال الصدقه عند سيدي ربي كبير، وسيدي ربي كيوسع بها الرزق وكيزيد يبارك لك في المال ديالك ويبارك لك في الخدمه ديالك ويبارك لك في اي حاجه كديرها. يعني الا صدقتي درهم راه ربي كيضاعفها لك ب 100 درهم او لا اكثر، يعني ربي كبير وما هذه خصك حتى شي خير. اذا نتمنى هذه الفكره هذه اللي عطيتكم تنفعكم وتجربوها وترجعوا ليا تقولوا ليا واش نفعتكم او لا ما نفعتكمش، وهي ضروري هذه تنفعكم. علاش ضروري هذه تنفعكم؟ مليون في الميه ومليار في الميه هذه تنفعكم. علاش؟ حيت شي حاجه اللي كيقول لنا سيدي ربي عليها حاشا ولله انه يعني يكون كيكذب علينا فيها ولا يعني ما كتصدقش. يعني ضروري شي حاجه سيدي ربي اللي كيوصي علينا اللي كيوصينا عليها الا وعارف ان فيها وكيقولنا عليها كاين فيها واحد الاجر وكاين فيها واحد يعني واحد الجزاء. اذا حاشا سيدي ربي واش غادي يخيب شي واحد. اذا الفكره نتمنى انها تكون وصلتكم وتجربوها، وان شاء الله الله يقوي رزقنا ورزقكم ويقوي ايماننا وايمانكم ويرفع علينا ان شاء الله يا سيدي يا ربي هذا البلاء. ما تنساوش بارطاجيو هذه الفكره هذه مع صحابكم وصحاباتكم، وما تخليو لي لي كومونتير ديالكم ولي لايك ديالكم، هكا باش كتشجعوني وباش كيمكن نعطي دائما افكار جديده ومحتويات جديده باذن الله. الناس اللي مازال ما تابوناوش معايا في لاشين كيف كنقول لكم ديما، الى عجبكم هادشي اللي كندير وعجبتكم القناه ديالي مرحبا بكم تابوناو معايا، وما تنساوش الضغط على الجرس باش كيمكن دائما يوصلكم الجديد، وكذلك على زر اعجبني اللي هي هاد الجديده هذه اللي دايره هكذا. اذا ما نطولش عليكم، عواشركم باركين سعاد يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وبجميع المتمنيات ان شاء الله يا رب. وكيف كنقول لكم دائما حققنا ربي الامنيه اللي كيتمناها العالم دابا كامل، هي انه يرفع لينا هذا البلاء هذا في القريب العاجل ان شاء الله يا رب. خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اجا حكي هذه ستارت.